الشيخ اللي يكون عنده المتوسط الشيخ اللي يكون عنده أو بس عشرة ماشي جديد جديد وفي في تقريبا عنده مرحبا بكم في مركزنا مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد بن حليمة محمد بطيوة وهران. اليوم جاء صادف دخول دورة فيفري 2023، وكما تعلمون أن دورة فيفري 2023 هي تكملة لدورة أكتوبر 2022. كان الدخول رائع ممتاز من حيث المسجلين والمتمهلين، من حيث المتربصين كذلك جاء في جو ممطر ما شاء الله غيثا نافعا ان شاء الله لنا وللجميع القطاع. كانت المرحله من التسجيلات موفقه الى حد ما، والدخول كان مميز. مركزنا مركز التكوين المهني يحمل مجموعه من التخصصات والبرامج الجديده المسطره من طرف وزاره التكوين والتعليم المهنيين. إن شاء الله نسأل الله الخير لهذه البلاد، للمتربصين المتمهنين، وشكرا. السلام عليكم، هنا رانا في تكوين مهني بن حليمة بطيوة، رانا في دورة فيفري. كنا ديجا قرينا ودخلت اختصاص ميكانيك، بون حاجة الأولى ما كنت كاع بينت لي هذا الاختصاص وكاع، من بعدها كنت ندخل عند البروف عجبتني الحالة، ما كانش شيرات كانوا هنايا، مي دخلت أنا بغيت نسيي الحاجة الأولى وعجبتني مليحة بزاف. شفتوا هنايا ننصح شيرات اي حاجه بغاتها ديرها، زعما ميم الميكانيك ما فيها شيرات بصح ديريها مليحه اي حاجه. وميم هنا اللي يجوا يقروا في اي اختصاص يليق يحطوا رسالهم، سوا تختاري حاجه كمل فيها. بون كوراج.